يؤدي الصيادون البحرينيون دورا مهما في الحفاظ على الثروه البحريه الى جانب كونهم شركاء اساسيون في دعم الاستراتيجيه الوطنيه للامن الغذائي وحمايه الثروه البحريه ويحقق تعاون الصيادين البحرينيين مع الجهات المسؤوله انعكاسا ايجابيا على الثروه البحريه من خلال الالتزام بالقوانين المتعلقه بتنظيم الصيد واستغلال وحمايه الثروه البحريه التي تهدف الى تعزيز التوازن البيئي واعاده تاهيل النظام الايكولوجي في المملكه حيث يتطلب تطبيق هذه القوانين حسا بالمسؤوليه الوطنيه وتعاونا بين الافراد والمؤسسات الحكوميه والخاصه العلاقة لضمان استدامة الثروة البحرية